وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السنة والحياة. آداب التسمية والكنى. تكنية من لا ولد له. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. أخرجه البخاري ومسلم. عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. أخرجه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل أزواجك كنيته غيري. قال: فأنت أم عبد الله. أخرجه ابن ماجه. تسمية الدواب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فقدموا، فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. أخرجه البخاري ومسلم. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. أخرجه البخاري. آداب الدعاء. التذلل لله عند الدعاء. عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة
وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. أخرجه أبو داود. البدء بالنفس في الدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني. أخرجه أبو داود.